أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024. بتشهد أسواق الدواجن المصرية ارتفاعا في أسعار الفراخ البيضة والعديد من المنتجات الفرعية، حيث يبحث العديد من المواطنين المهتمين بالدواجن عن سعر كيلو الفراخ وكرتونة البيض. بنستعرض لحضراتكم أحدث أسعار الفراخ في بورصة الدواجن النهاردة. سجل سعر الفراخ النهاردة متوسط سعر الكيلو من 85 ل 90 جنيه، ومتوسط سعر الفراخ البيضة ما بين 90 ل 100 جنيه. فراخ الساسو استقرت أسعار الفراخ الساسو الحمراء لتسجل 89 جنيه في المزرعة وحوالي 99 جنيه للمستهلكين، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي كيلو منها 109 جنيه وحوالي 116 جنيه للمستهلك. سعر البانيه بيصل سعر كيلو البانيه ما بين 160 جنيه في بعض المحلات، وبيوصل في بعض المحلات الأخرى ل 200 جنيه. سعر الوراك ما بين 80 و 100 جنيه للكيلو الواحد، والكبد القوانص أيضا من 80 ل 100، والأجنحة من 60 ل 80. بالنسبة لأسعار الكتاكيت النهاردة، الكتكوت الأبيض سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 26 و 29 جنيه لعمر يوم واحد، والكتكوت البلدي سجل سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و 9 جنيه لعمر يوم واحد. بالنسبة لأسعار البيض، بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر بلغ سعرها 115 جنيه بالمزرعة، وبتوصل للمستهلكين بدءا من 130 و 140 جنيه. بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض توصل المستهلك بداية من 125 جنيه، والبلدي بتوصل يعني ممكن توصل ل 150 جنيه. دي كانت بعض أسعار الفراخ والبيض ومشتقات الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024. أحب أنوه يعني تنويه صغير أن الأسعار بتختلف من منطقة لأخرى، السعر في المنطقة دي غير السعر في المنطقة دي بطبيعة الحال. أترك لحضراتكم التعليق.